وعن تقرير صحيفة نيويورك تايمز عن استهداف منظومة الطائرة المسيرة الأمريكية للمدنيين في العراق. ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الخبير العسكري والأمني السيد مجاهد الصميدعي. مرحبا بك سيدي. أهلا وسهلا. صحيفة نيويورك تايمز تكشف عن خسائر بشرية من المدنيين بسبب الغارات الأمريكية من خلال مسيراتها. كيف يؤخذ قرار قصف المناطق إذا كان فيها مدنيين من قبل الجيش الأمريكي؟ مساء الخير على حضرتك وعلى مشاهدي قناة الرافدين. في الحقيقة هذه ليست المرة الأولى التي يتم استهداف فيها أماكن يعتقد أنها لتهوي إرهابيين، وبالنتيجة تكون هي تؤدي إلى مقتل مدنيين عديدين. المشكلة في الاستراتيجية الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية هي أشهر دولة، أو هي من اخترعت الكولاترال دامج، أي الأضرار الجانبية. الأضرار الجانبية بما معناه استخباراتيا أن الهدف، إذا كان الهدف مهم، فعملية استهداف الهدف فعملية الاستهداف ستنتج عنها أضرار جانبية. الأضرار الجانبية هم المدنيين الذين سيقعون نتيجة هذا العمل أو نتيجة هذا الاستهداف. بالتالي عملية الولايات المتحدة الأمريكية وسياستها والقوات العسكرية الأمريكية وأجهزة الاستخبارات الأمريكية هي مقدما لديها تبرير كافي، وهو collateral damage، أي الأضرار الجانبية، أن هؤلاء المدنيين هم أضرار جانبية لعملية استهداف كبيرة. بالتاريخ الأمريكي منذ الاحتلال الولايات المتحدة للعراق عام 2003 ولحد الآن، الولايات المتحدة في أكثر العمليات وفي الكثير من العمليات كانت تستهدف أماكن مهمة استخباراتيا وتنتج عنها مقتل الكثير من المدنيين. أنا أذكر في مرة في قضاء المقدادية تم استهداف مكان تم قتل 11 طفل في عائلة واحدة لتوقع أنه يوجد هناك إرهابي واحد داخل هذا المنزل. طيب هنا لو تكلمنا عن المنظومة وعن الاستهداف ولو بالخطأ، وهو ما لم يحدث من قبل الجيش الأمريكي أو من قبل القوات الأمريكية وترسانتها، ألا يعد هذا إخفاق في المنظومة بأسرها من قبل السلاح الأمريكي؟ المنظومة الاستخباراتية الأمريكية منظومة قوية جدا، ومنظومة تهتم بتفاصيل المعلومات وبتحليل المعلومات. المعلومة عندما يتم استهداف هدف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فإن يجب أن يكون هذا الهدف هناك أكثر من معلومة تؤكد صحة الاستهداف، أي أن هناك معلومات متقاطعة تأتي من مصادر مختلفة تؤكد أن هذا الهدف يحتوي على أحد الإرهابيين أو هناك إرهابي متواجد في هذا الهدف. وبالتالي وطبعا وحسب مصداقية الهدف وحسب مصداقية المصدر الذي قدم بالمعلومة يتم الاستهداف لهذا المكان. ولكن في بعض الأحيان تكون هذه الأمور بيد أحد الأشخاص الذي لا يقدر أو الذي يخشى أن تكون هذه المعلومة حقيقية، ونتيجة من خوفه لاستهداف أطفال ونساء فإن الهدف يهرب ولن يستطيع الحصول عليه مرة ثانية. بالإضافة لأن هناك يعني في ذات الوقت يعني قتل المدنيين لتحقيق مكاسب عسكرية وفقا لقواعد الاشتباك الأمريكية، هل هو خاضع للمواثيق الدولية؟ الولايات المتحدة حصنت جنودها في العراق بعدم المساءلة القانونية لأي فعل يرتكبونه، إلا إذا وحتى إذا كان هذا الفعل مخالفا لقوانين الولايات المتحدة، فإن الولايات المتحدة هي فقط المسؤولة أو التي تقدر في أنها ستقوم بمحاكمة هؤلاء الأشخاص أو لا. هذه جانب. الجانب الآخر، الماكينة الإعلامية الأمريكية قوية جدا ومسيطرة على تقريبا على أغلب العالم. بالنهاية أي عملية استهداف خاطئة ينتج عنها مقتل أناس مدنيين، إعلاميا لن يتم تغطيتها بشكل مناسب، إعلاميا سيتم محاربة الموضوع بشكل مناسب، عسكريا وقانونيا لن يتم محاسبة هذه الجنود إلا في حالات نادرة تم محاسبة بعض هؤلاء الجنود، وكانت الحسابات أو المحاسبة هي طفيفة جدا، كأن يكون مقتل عائلة كاملة يتم الحكم عليه بأربع سنوات سجن، يقضي منها سنتين ومن ثم يتم الإفراج عنه لسنتين أخريتين. بالتالي هنا الكشف عن 90 واقعة تأكد فيها سقوط مدنيين وضحايا في الموصل، لم يكن هناك محاسبة ضد من قام بهذه الأفعال. طيب الغارات التي شهدتها أو شهدت مقتل الضحايا من الأطفال، أشاد مسؤولون في وزارة الدفاع بالغارة وأنها حققت الهدف المنشود. بماذا يمكن تفسير هذه التصريحات المضللة تجاه هذه الجرائم وتبريرها؟ الولايات المتحدة لا تعترف بالضحايا، تعترف بالإنجاز. إذا قامت بإنجاز فإنها لا تهتم لمدى الضحايا، وتعتبر أن الحروب
توجد فيها ضحايا، وان الذي يسقط نتيجه لاستهداف معين هو كما ذكرت لك سابقا هو جانب عرضي او انه امور عرضيه تاتي في اغلب الاحيان، يتم تبريرها في اغلب الاحيان، وهناك الكثير من المبررات التي تعطي الجانب الامريكي عمليه الاستهداف بغض النظر عن من سيكون داخل المكان وكيف او من سيقتل في هذه العمليه. نعم، الى اي مدى يمكن القول بان المنظومه العسكريه الامريكيه استطاعت ان تضع اليه لاخفاء انتهاكاتها بل واضفاء الشرعيه على هذه الانتهاكات؟ استطاعت الولايات المتحده حقيقه بهذا الموضوع باخر 50 سنه بتغطيه جميع الاعمال القذره التي كانت تقوم بها القوات او الاجهزه الاستخباراتيه الامريكيه، ليس في العراق فقط وانما في افغانستان وفي فيتنام وفي الكثير من الاماكن التي كان هناك تواجد للقوات الامريكيه، كانت هناك ردود افعال عنيفه جدا من قبل الجيش الامريكي على المواطنين الابرياء، تم اباده مدن او قرى باكملها في فيتنام بالنابالم، بحرق بالنابالم نساء واطفال، وتم التغطية عن هذه الجرائم ولم يتم محاسبه اي شخص على مدى كل هذا التاريخ، حتى الذي اسقط القنبله النوويه يفتخر بانه اسقط القنبله النوويه، ابادوا مدن باكملها وهم يفتخرون بهذه الاباده. الكثير التاريخ الامريكي يحوي الكثير من هذه الجرائم التي لا يستطيع يعني شريعه الغاب ثبتت هذه القوانين. لا اريد ان اقول شريعه الغاب وانما شريعه الاقوى، الاقوى هو الذي يستطيع فرض ما يريده، الاقوى يسيطر على اعلاميا، يسيطر ماديا، يسيطر عسكريا، يسيطر استخباراتيا، بالنتيجه كل حدث وكل فعل اجرامي يتم التغطيه له بطريقه اعلاميه ويمكن قبوله. نعم، شكرا لك من لندن السيد شكرا لك السيد مجاهد الصميدعي، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.